أصبح هذا الدرج في مدينة نيويورك الذي ظهر في فيلم جوكر من المعالم السياحية الشهيرة. توفد الكثير من عشاق السينما والسياح إلى ضاحية برونكس لزيارة الدرج الذي ظهر فيه الممثل خواكين فينيكس وهو يرقص عليه في الفيلم الشهير. Never would have thought of these stairs being an attraction, you know, because I've passed through them all my life and didn't care anything about them. It's great, you know, we have now a new landmark, you know. Well, I saw the Joker film back in the UK, but when we came to New York, we decided to see it again last night, and it was so close to where we were staying, we decided to come just take a look because we love the film. لكن بعض سكان الحي ليسوا سعداء بحركة المرور المزدحمة. We live in the neighborhood, and it's—I don't know—it's just taking up all of our time. We're all being inconvenienced. We come up and down these steps every day, and every day when I come down the stairs, I have to go through a barrage of people. فيلم جوكر حقق أكثر من 849 مليون دولار خلال أسبوعين فقط من عرضه، ما جعله رابع أعلى فيلم من حيث الإيرادات حتى تاريخه. ظاهرة تحول مواقع تصوير الأفلام الأصلية إلى معالم سياحية ليست جديدة. جزيرة كوتابو في بوكيت التايلندية أصبحت من المعالم السياحية بعد أن ظهرت في فيلم جيمس بوند. منزل عائلة ماكاليستر في شيكاغو الأمريكية من فيلم هوم ألون. قصر محمد عبود أفندي في تركيا الذي شهد تصوير مسلسل نور. هل تعرفون مواقع تصوير تحولت إلى أماكن سياحية؟ شاركونا. Yeah.